لأن الحب لا يعرف العوائق ولأن الحياة تستحق عيشها بكل صعوباتها. يحتفل المكفوفون بالفالنتاين كغيرهم من العشاق حول العالم، ويحتفلون أيضا بانضمام مقهى جديد في لبنان إلى قائمة المؤسسات الصديقة للمكفوفين وضعيفي البصر. هي المؤسسة السابعة بعد المتاحف والمتاجر التي بدأ افتتاحها منذ 6 أشهر، وهي صديقة للمكفوفين وضعيفي البصر، كي تستطيع هذه الفئة المهمشة الاستمتاع بالحياة وارتياد المقاهي أسوة بغيرهم من الناس. هيدي أول مرة بعد السوبر ماركت منتوجه صوب الكافيه ريستورانت، وهيدا الشيء عم نعمله مع مدرسة بلاست. التدريب عم بيصير كمان مع مدرسة بلاست، واليوم بهيدا الإيفنت كمان نحنا في مكفوفين عم بيتعشوا، هن كمان بحق لهم إنه يعيشوا الفالنتاين مثلهم مثل غيرهم. الكفيف يحق له ما يحق لغيره، لأنه مجرد إنه هو كفيف ما بينقص عنه شيء. فالتطبيق عم بيصير سهل جدا، بس عم نجرب نفوت لعند العالم ونقول لهم افتحوا لنا مجال نخبركم كيف تتعاملوا مع الكفيف. الطريقة ذاتها التي اعتمدت في المتاجر والمتاحف اعتمدت في مقهى سكوير في بيروت، أي تدريب الموظفين على استقبال المكفوف ومن ثم مساعدته في الجلوس على الطاولة واختيار ما يشاء من قائمة الطعام التي طبعت بلغة البرايل خصيصا لهم. نحن الستاف بوقت كتير قصير، يعني أقل من نهار، قدر يتعلم كيف يقدر يساعده للكفيف ويقعد على الكراسي وكيف يطلع على المينيو ويتقدم له الصحون، وكان شرح له أنه البلا بيتقدم مثل عقارب الساعة. عرفت فور اكزامبل مثلا 12 هي البطاطا والستة هي الكاتشب. في الخطوة المقبلة ستتوجه ريد أوك ومدرسة بلست نحو المدارس والجامعات كي تكون مهيئة أيضا لهذه الفئة، إيمانا منهم بقدراتهم على استكمال تحصيلهم العلمي إلى أعلى الدرجات. ليلى خليل، الغد، بيروت.